ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا رب. شيخ إبراهيم ما شاء الله على هذه القراءة وعلى هذه التلاوة وعلى هذا الحفظ المتقن ما شاء الله. الله يبارك الحمد لله. ما شاء الله فتح رباني فتح الله لك. إذن بشهادة الشيخ رضوان وبشهادة الحاضرين جميعا أحسب أن الذي تأهل إلى المرحلة الأخرى هو الشيخ إبراهيم صالح منهل من العراق، ومبارك له حقيقة هذا التأهل. وأيضا يعني نبارك للشيخ رضوان لأن الدكتور ضياء يقول ليس في هذه المسابقة خاسر إطلاقا، أليس كذلك؟ إذا تصافح ونسلم كل منكم على الآخر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.